شي وحدين كيقول لك صيفط لنا فيديوهات ديالك عريانه وصيفط لك فلوس. اختي مغطيه عيني لحقات الامتحان دا راه صيفط عيني تخلعات، يعني اللي خاصها عمليه. مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. معنا أميمة. كنظن بأنكم كلكم كتذكروا أميمة، لأن أميمة صراحة كانت الروح ديالها بزاف، عندها واحد لي جود فايبس، ما عرفش كيفاش غنقولها لكم، ولكن كانت عندها واحد الروح طيبة جدا اللي دخلت الخاطر ديالنا احنا كاملين، لا نتوما مشاهدينا ولا أنا أيضا. وميمة كانت اقتسمت معنا المعاناة ديالها وكاع الأغلاط اللي دارت في الماضي ودوزاتهم ولعتهم من وراها. وأي واحد عندنا فيه عنده الماضي ديالو دار أخطاء، الحمد لله أنها فاقت شوية بكري لأن مازال صغيرة، يلا 20 سنة، فاقت ووعات بالأغلاط اللي دارت وقالت لا ستوب، هنا خصني نبدل حياتي، هنا خصني نحبس، هنا خصني نزيد القدام. ولكن كان بقى عندها عائق واحد من ذاك الماضي المشؤوم، هو واحد الضربة ديالتها في العين، وهذه الضربة ديالها في العين هي اللي خلاتها أنها تصور معنا باش تستعطف القلوب ديالكم، وربما تلقى شي طبيب يحن عليها باش يدير لها هذه العملية. هي ما كتطلب لا فلوس لا والو، هي بغى غير أنها تقدر ترجع عينيها وتشوف فيها. وانتوما كيف كتعرفوا الصحة راه تاج فوق رؤوس الأصحاء، لأن إلا درك غير تفر راه كتعاني، فما بالك بعينك اللي كتقدر اليوم كتقول غدا ولا بعد غدا تقدر تمشي ليا وما بقاش نشوف فيها، وحنا حاسين بك اختي أميمة. كي دايره؟ كي بقيتي باقا اختي؟ انا باقا محاوتي لينا من اخر مره فاش صورنا معاك، شنو الجديد اختي؟ الجديد هو كاينين الناس تعاطفوا معايا مسكن معنويا، قريت لي كومونتير ديال لي فيديوهات كاملين الحمد لله. الناس تعاطفوا معايا معنويا وكنذكرهم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنذكرهم كاملين. وتعرضت لبزاف الحوايج خايبين اختي مريم. شي وحدين كيقول لك صيفط لنا فيديوهات ديالك عريانه وصيفط لك فلوس، واللي كيقول لك عدي الدار نخلصك، كل واحد كيقول لك اختي مريم لا حول ولا قوه الا بالله. راه حنا تنبغيو نقولها، شوفي ما يبقاش فيك الحال، حيت هناك الصالح وهناك الطالح. حنا ما كنعموش وما غاديش نديرو، حنا بغيت غير ندوز واحد الميساج عافاكم الخوت، راني قلتها وكنقولها وغنعاود نقولها، مادام الانسان كتوصل به لدرجه انه يوقف هنا امام الكاميرا ويعاود لكم المعاناه ديالو والمشكل ديالو، الا ورا كيدير هذا الوجه ديالو من وراه وكيكون صافي. لو كان هي بغات هذيك الطريقه راه ساهله، ما غتحتاجش الكاميرا وما غتحتاجش تحط لكم النمره وعيط تعيطوا عليها، راه ساهل. اسهل حاجه هي هذيك الطريق، اسهل حاجه. فحنا اليوم ملي كنديروا شي واحد وكنديروا القصه ديالو والمعاناه ديالو وكنخليو النمره ديالو الا هو باش يتعاونوا معاه بعض الناس اللي قادرين يتعاونوا ولو معنويا بكلمه طيبه، حيت كيقول لك غير الكلمه طيبه ربما صدقه، والابتسامه في وجه اخيك صدقه. يعيط لها واحد يواسيها غير معنويا ويقول لها برافو تبارك الله عليك، ولا ان شاء الله يكون خير، ولا الله يشافيك، راه هذه راه غتسوى عندها بزاف. ولكن التحرش راه لا حول ولا قوه الا بالله. انا راه بغيت نقول لكم الله يهدي مخلق، الله يهدينا، فالله يخليكم. اللي باغي يتفلى من هذا المنبر كنقولها ليه، ما تعيطوش لأميمة. أميمة راه عندها مشكل كبار من داكشي اللي نتوما كتفكروا فيه، راه عندها عينها تقدر غدا تمشي ليها ما تبقاش كتشوف بها. ياك اختي أميمة. اختي مريم شنو قالت لك الطبيبه؟ اختي مريم الطبيبه عندي العمليات، انا اختي مريم عندي العمليه الاولى ديال الدلاله وعندي العمليه ديال العين ترد لي هرباني بجوج سنتيم. دابا انا كنتسنى الطبيبه تقول لي شنو كاين، بقى كنتسنى فتعيط لي، بقى ما عيطاتش ليا. شنك اليوم مغطيه عينك؟ اختي مغطيه عيني لحقات الامتحان دا راه صيفط عيني تخلعات، يعني اللي خاصها عمليه. شفت عينك هنايا تسدات ليك؟ تسدات ليك كاع؟ تسدات لي عيني اختي. تخلعتي؟ وانا
حسيتي؟ ما تخلعيش اختي مريم على عينيك اختي مريم، راه هي كلشي، راه الصحه هي كلشي، ما كتبقاي باغا لا فلوس لا والو، شي بغا صحتك. وعشرين عام اختي مريم باقا صغيره. اه باقا حياه قدامي طويله اختي مريم، وعيني تمسي ليا. شفتي انت قلتي لي باغا نخدم الحلاقه، باغا نخدم هذه اختي، باغا عندي بزاف د الحوايج في راسي باغا نديرهم اختي مريم. قولي لي يا اميمه، تعاون معك شي واحد؟ اختي مريم ما كذبش عليك، تعاونوا معايا دريات الله يخلف عليهم، مغربيات في الدول الخليج، وحده في الامارات، المهم ما قالت بالضبط، كل وحده صيفطت لي اربعه دريات الله يخلف عليهم، من غير هاد اربعه دريات صيفط لي حتى واحد. المهم هاد الدريات قدروا يصيفطوا لك باش قدرتي انك تمشي دوزي تعرفي بعدا والحاله ديال العين. هاد البنات صيفطوا لي الله يخلف عليهم الله يسهل عليهم الله يرحم لهم الوالدين، وكنشكرهم لهاد المنبر هذا واجرهم عند الله في هاد العواسر هادي، وربي ما غيخيبهمش، كيفرحوني وكيوقفوا معايا ربي ما غاديش يخيبهم صافي. ولكن تصدمتي فرحتي لان جاوك الفلوس وقدرتي تمشي دوزي عند ولكن فرحت فلوس، كاين ما بغاش فلوس، انا باغا باغا عيني يا اختي. ملي مشيتي عند الطبيبه تصدمتي؟ اه من فيت هانت تصدمت. حياتي اختي مدمره ما كذبش عليك، حياتي محطمه ديال بصح ربي اللي عان بيا اختي مريم. سعيد حاسبك كنشوفك دابا الدموع في عينيك ما قاداش دوي، حاسبك ولكن انا بغيت هاد المعاناه ديالك تنقليها للناس باش يعرفوا شنو كتحس. اختي حتى واحد ما كيحس بك، انا دابا عاودت المعاناه ديالي اختي ودخلوا تحرصوا بيا، حتى واحد ما وقف معايا، كلشي كيكذب عليا، كلشي كيتفلى عليا، كلشي كيكذب. حنا المغرب ديالنا زوين، مالين اللي خايبين اختي، قلال اللي فيه زوينين، كاينين ولاد الناس وكاينين ولاد، كاينين المحسنين ولكن قلال اختي. كذب عليك كذاب يقول لك كاينين المحسنين، قلال قلال. دابا ضرك في خاطرك بزاف هذوك الناس اللي تحرشوا. اه بزاف اختي، انا دابا نوريك كونفرساسيون ديال الناس، هو دابا واحد كيعيط لي جاوبوا تسمعوا نجاوبوا تسمعوا في الفيديو. بلاش ما يحتاجش، حنا متيقينك ولكن انا نجاوب ولا غنجاوبوا اختي باش تسمعوا. الو السلام عليكم. الو هذا طالق اللايف فاي قطعي، كنسمع اللايف طالق اللايف كيسمع لينا اختي. كيعيطوا لي كيكذبوا عليا وكيتفلاو عليا اختي، نكذب عليك دمرت انا وليت تدمرت، حسوا معايا ما نقول محسبي الله ونعم الوكيل فيكم كاملين، انا ربي عطى لي في عين وحده اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبتي، انا اختي كتب عيني على اللي كتب لها عين، علاش انا كتب عيني وربي ابتلاني بهذه الضربه هذه في عيني وما لقيت الزهد اختي، الزهد هو زهد الله. كنشوف دابا يعني انا حسيت بك وحسيت بالمعاناه ديالك، ولكن انا دائما كنكون متفائله، غنقول لك تفائلي، خلي هذوك الناس الخايبين لوحيهم من وراك، ما نتسوقوش ليهم، نخليو نركزو على الناس الزوينين، على الناس اللي غادي يقدروا يتعاونوا معنا، ربما يقدر يكون شي طبيب اليوم ديال العينين اللي يقدر يجي ويقول لك اجي اميمه انا غندير لك العمليه. شنو قالت لك الطبيبه بعدا؟ شنو شخصات لك؟ قالت لي الزلاله، قالت لك تسول واحد البروفيسور ولا باسكي كيقولوا لي، هو اللي غيلخص لي الحاله ديال الزلالات اللي كانت تحيد راه غتحيدها، ما كانت تحيد ما تقربش ليا لها، والتحول العين هربانه هي اللي تقدر ترد لي البلاصه. ولا ردات لك تقدري تشوفي شويه ولا والو؟ ولا ردات لي عيني راه تبقى الزلاله، انا كنتمنى تعيط لي وتفرحني تقول لي راه يتحيدوا. درتي راديوات درتي؟ شفنا الوراق اللي وريتيني شنو هما هادوك، شرحي للناس. هادوك هما بس غتلخص لي الحاله ديالي اختي. صيفطوا لك البنات الفلوس مشيتي درتي اليوم وداك الشيء على قبل العين ديالك. اليوم عرفنا انك درتي قناه، ربما الناس يقدروا يتعاونوا معك ولو غير في القناه ديالك، وكاينين بزاف الناس كانوا كيسولوا على القناه ديالك وانا قريتهم في العين ديالك هنايا مسدوده، قلتي لي حليتي غابي يديا هنايا باش تقدري تصوريها محلوله. اختي لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله الله يجيب لك الشفاء وان شاء الله يكون خير، بقاو في التفاؤل. عجبتني القناه اللي درتي وكيفاش كتدوي، اليوم قلتي درتي قناه باش تعاودي الناس قصتك. القناه اختي غدا نوقف بها، نوقف بها على راسي ونوقف. شنو سميت القناه؟ اميمه ام امير، كتبها اون فرونسي ياك. اميمه ام امير، ام امير. هاد القناة قلتي لي غادي نبدا نعاود فيها المحتوى، ربما داكشي اللي عشتي داكشي. لا داكشي اللي بغيت ندير ان شاء الله. باش كتوعدي الناس في هاد القناة؟
لكن واحد الناس في القناة بمحتوى زوين ومحتوى نقي، وإن شاء الله يوقفوا معايا ويدعموني أنا يوقفوا معايا، حيت ما عندي حد، عندي هما والله والديا. قلتي لي كاينه واحد السيده قالت لك غنقدر ندير لك العمليه، حنا باقي ما متاكدين. واحد السيده دوات معايا وبالقطار قالت لي غتوقف معايا في العمليه. يا ربي كنتمنى من الله توقف معايا. ما بقيتيش كتثقي وليتي خايفه؟ اختي بزاف الناس قالوا غيديروا لي العمليه وكذا، ما كذبتش عليك اختي، كلشي كيكذب. ماما خمس كافي دابا ملي كيكذب ملي كيقول لك الحقيقه. حنا غنعرفوا الحقيقه هي ملي غديري العمليه، وان شاء الله غنجي غنصور معاك وانت دايره العمليه ورجعت عينك كتقدري تشوفي بها ان شاء الله. كيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هذه المعاناه ديال اميمه باقا كتعاني، باقا محتاجاكم تدعموها، باقا محتاجه بزاف ديال الدعم ديالكم، خصوصا في القناه ديالها اميمه ام امير. دخلوا دعموها، تفرجوا في الفيديو ديالها، هي كتوعدكم محتوى زوين، وان شاء الله كنتمنى حنا ماشي دار يا ربي محسن يتكفل لها بالعمليه، او ربما شي طبيب ديال العينين اللي يقدر يدير لها العمليه ديريكتومون باش تقدر ترجع تشوف، لان صعيب تشوف واحد النعمه ما كيحس بها الا اللي فاقدها. شكرا لكم لانكم تبعتوا معنا الفيديو، وصلتوا معنا للنهايه ديالو. كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.